لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العرب اللندنية، عادل عبد المهدي يسهل تملك الحرس الثوري الإيراني مبانية في قلب بغداد. في الزمان، العراق الغضبان لا يستبعد اتخاذ أوبك إجراءات إضافية لامتصاص الفائض. في موقع كتابات، منظمة الصحة العالمية تحذر عبد المهدي من رفع حظر التجوال في العراق. في القدس العربي، بعد النمور والأسود، كورونا يزحف على القطط في أمريكا. في موقع عربي، 21 عقبات تواجه الكاظمي في تشكيل حكومة العراق وتؤخر إعلانها. في العربي الجديد، العراق الكاظمي يعرض جزءا من تشكيلته الوزارية على الكتل السياسية. وفي موقع الحرة، فنادق أمريكية فاخرة تتحول إلى ثكنات لجيش الطاقم الطبي. السلام عليكم. هل تختلس الدولة أموالها؟ سؤال يطرحه القاضي سالم روضان في مقاله بصحيفة المدى، وجاء فيه: أهم أركان تشكيل الدولة هو الشعب، حيث تتكون الدولة من إقليم وشعب وسلطات حاكمة، لكن يحصل أحيانا أن يقوم من يتولى هذه المهام بالسرقة، إما من أموال الدولة التي ائتمن عليها وتسمى بجرائم الاختلاس، أو بواسطة الدولة واستغلال المنصب وتسمى جرائم الرشوة والنفوذ. في النظام السياسي القائم عندنا، نجد أن الوصول إلى السلطة وإن تم عبر صناديق الاقتراع، إلا أنه كان تحت تأثير العنف وبالتزوير، وهذا ثابت في الوقائع التي صاحبت عملية الانتخابات الأخيرة. لذلك نجد أن مختلس المال العام قد تغول وأصبح لا يبالي لأحد وأنه فوق القانون، لأنه يزعم بأن هذه الأموال التي حاز عليها إنما بواسطة الدولة وعبر القوانين النافذة، وإنها مشروعة لأنها بموجب تشريعات، ويحيل الأمر برمته إلى الدولة على اعتبار أنها هي من منحته هذه الثروة الطائلة. لذلك من الصحيح أن نقول إن الدولة من الممكن أن تختلس أموالها وعبر من يمثلها في سلطتها ومؤسساتها الدستورية، وبلا أدنى شك إن هذا التفاوت وهذه الصورة من صور الاختلاس وهدر المال العام سيؤدي إلى ربض اجتماعي وشعبي، وستبدأ الاحتجاجات وأساليب الربض الصريحة والضمنية. وفي العراق شهدنا كيف تطورت حركة الاحتجاجات، وكيف حاول البعض ركوب موجتها للمحافظة على مكتسباته في الهيمنة على الثروة الوطنية. لكن هذه الاحتجاجات سوف لن تنتهي، لأن الحتمية التاريخية تشير إلى أن الأسباب الكامنة وراء تلك الاحتجاجات هو الإحساس بالعوز والفقر والتردي الاجتماعي والسياسي، وهذا ما يعيشه الفرد بشكل يومي ويعاني من قسوة آثاره. وعندما يعجز عن المعالجة وتنعدم بيده الحيلة، سوف يسعى لتبني فكرة الانقلاب على واقعه. ويشير بعض المفكرين الأوروبيين إلى أن هذا الحلم سوف يرسم تصوراً لمجتمع انقلابي جديد، ويعطي هذا التصور للقوى المادية الاجتماعية والتيارات الفكرية السياسية، يعطي القوة لجذب ملايين الناس لتغيير وجه الواقع المتردي في المجتمع. كشفت مصادر عراقية مطلعة لصحيفة العرب اللندنية عن تنفيذ الحرس الثوري الإيراني عملية استعراضية في قلب العاصمة العراقية للتدليل على نيته التدخل المباشر في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، إذ لم تسر على هواه وسط تأكيدات على أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد يسهل تملك الحرس الثوري الإيراني مبانية في مواقع حساسة تضم سفارات ومؤسسات حكومية في قلب بغداد. أرسل الحرس الثوري الإيراني العشرات من عناصر ميليشيات عراقية موالية له في عربات شبه عسكرية مدججة بأسلحة متوسطة إلى منطقة حساسة داخل المنطقة الخضراء
وأمرهم بالانتشار فيها انتظارا للأوامر بعدما عرفوا أنفسهم أنهم قوة خاصة تابعة لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، إحدى تشكيلات القوية في وزارة الداخلية. وتقول المصادر إن عناصر هذه القوة المجهولة انتشروا في موقعين داخل المنطقة الخضراء تفصل بينهما مسافة صغيرة، الأول قرب دار ضيافة تابع للحكومة العراقية، والثاني مجاور للسفارة التركية. وتضيف أن هذه القوة تصطحبت معها عددا من عربات الدعم اللوجستي الخاصة بأغراض التخييم، وأفرغت حمولاتها في الموقعين قبل تدخل الأجهزة الأمنية المسؤولة عن المنطقة. وبعد اتصالات قام بها ضباط ميدانيون مع مراجعهم الأمنية والاستفسار من مكتب رئيس الوزراء المستقيل وسؤال جهات سياسية وميليشياوية عديدة، تكشفت التفاصيل بشأن تبعية هؤلاء الأشخاص لتبين أنهم ينتمون إلى ميليشيات كتائب حزب الله وسرايا الخراساني وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله الأوفياء. وتقول المصادر إن شركات الحرس الثوري استغلت تسهيلات مباشرة قدمها عادل عبد المهدي لوضع يدها على موقعين حيويين داخل المنطقة الخضراء، وثالث لا يقل أهمية في منطقة المنصور الراقية وفق صيغة أقرب إلى التملك. قال صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن بغداد تقاوم ضغوطا من طهران لإعادة فتح الحدود المشتركة، إنها حالة صراع بين العراق وإيران بدأت تظهر للعيان حول متى سيتم فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث أقدم العراق على إغلاقها قبل 5 أسابيع للحد من انتشار وباء فيروس كورونا. إيران التي كان قد وقع الوباء عليها أشد وطأة تحتاج إلى حركة تجارية مع العراق للمساعدة في استقرار اقتصادها، تريد إعادة فتح الحدود فورا. أما العراق فهو يخشى فتح الحدود مع أكثر بلد متأثر بتفشي الفيروس في المنطقة، إنه يقاوم ويصر إلى إبقائها مغلقة. ويأتي هذا الخلاف في وقت تتصاعد فيه الضغوط داخل العراق للتقليل من نفوذ إيران الذي أصبح يتوغل بشكل قوي في الشؤون العراقية. وكانت أول إصابة بالفيروس تسجل في العراق لشخص قادم من إيران، وعبر جهود مضنية استطاع العراق الإبقاء على معدل واطئ نسبيا من حالات الإصابات. في الوقت الحاضر يشعر مسؤولون إيرانيون باليأس، متلهفين للبدء بإحياء اقتصادهم المترنح تحت عقوبات أمريكية وانهيار بأسعار النفط. لجأوا مؤخرا إلى إعادة فتح مدن وإنهاء سياسة الحجر المنزلي الجزئي في البلاد للمحاولة في إرجاع الإيرانيين لعجلة العمل. مع ذلك فإنه بدون حركة تبادل تجاري بين إيران والعراق فإن طهران ستكون في وضع صعب بإعادة قسم من صناعاتها غير النفطية للعمل بشكل كامل مرة أخرى. الأسبوع الماضي أعلن رئيس هيئة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان أعلن أن الخطط بدأت لإعادة فتح الحدود بين إيران والعراق. مراقبون سياسيون يرون أن امتناع العراق عن إعادة فتح الحدود مؤشر على أن العراقيين لم يعودوا ينظرون لإيران على أنها تستطيع الحصول على ما تريد من بلدهم وقت ما تشاء. من المبكر الخروج باستنتاجات قاطعة بعد مرور نحو 4 أشهر على وباء كورونا، ورغم كل المحاولات لم يتم القضاء عليه ولم يتم التوصل لإيجاد علاج ولقاح فعالين له، الأمر الذي يعزز من الاحتمالات المستقبلية في متغيرات النظام العالمي. فيروس كورونا يرسم ملامح نظام عالمي جديد، مقال للكاتب فايز رشيد في موقع عربي 21. الخروج الجزئي أو الكلي المنتظر في أوائل الشهر المقبل والذي يلح عليه العقل الاستثماري سيراكم أرباحا إضافية من خلال إثقال كهل المستضعفين أفرادا وجماعات بحاجيات جديدة تؤمن وقايتهم من الإصابة بالفيروس أثناء أدائهم لمهامهم الإنتاجية،
وانطلقت بعد في عديد من الدول حروب الكمامات الطبية ومواد التنظيف والتعقيم ومستلزمات المستشفيات من أدوية وأجهزة إنعاش. أسواق جديدة للمضاربة والاحتكار واستغلال النفوذ فتحت أبوابها لمجموعات تدفعها غريزة البقاء للإقبال على الاستهلاك بشكل فوضوي. هذا وسترافق العودة التدريجية لدورة الإنتاج عطايا الدولة لكبار المستثمرين المتباكين ليل نهار في وسائل الإعلام على الخسائر التي لحقتهم أثناء تطبيق إجراءات الحجر العام في الولايات المتحدة مثلا. ضخت الدولة أكثر من 2 تريليون دولار لمؤسسات خاصة في مواجهة التباطؤ الاقتصادي، هذا فضلا عن غنائم مفترضة تستعد الدوائر المالية الكبرى لكسبها بعد التوصل إلى لقاح لفيروس كوفيد-19. ما بعد كورونا يحتم استعادة دور الدولة لكبح الرأسمالية المنفلتة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة، فهي الضامنة لتنشئة متوازنة وعادلة لكل الأفراد، وهي القادرة على حماية البشر في زمن الجوائح والكوارث دون تمييز. تحقيق هذه الأهداف سيبقى مرهونا بمجهود مدني وحراك شعبي يضغط باتجاه إصلاح الأنظمة السياسية والاجتماعية لتنتصر للإنسان أولا فوق كل المصالح. قالت دراسة لصحيفة فاينانشال تايمز إن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا هي ضعف الأرقام الحكومية، وجاء في تقرير عده المحرر الاقتصادي كريس جايلز أن عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كوفيد-19 وصل إلى 41 ألف حالة بحسب تحليل أجرته الصحيفة لآخر بيانات من مكتب الإحصاء الوطني. وصل عدد الحالات إلى 16,952 حالة في بريطانيا، وهي أعلى من المعدلات الموسمية ومنذ زيادة حالات الوفيات بسبب كوفيد-19 منتصف آذار مارس. وكل أسباب الزيادة في الوفيات كانت مرتبطة في أحسن حالاتها بالوباء. ويقول سبيغل هولتر أستاذ الفهم العام للمخاطر بجامعة كامبريدج إن ربطها بالوباء هي المقارنة غير المتحيزة في ضوء صعوبة تحديد الوفيات وأسبابها. ونظرا لتأخر جمع وترتيب البيانات، فقد نشر مكتب الإحصاء الوطني الأرقام للفترة التي تنتهي بالعاشر من نيسان أبريل، وهي أرقام عادة ما تصل بعد 4 أيام من حادثة الوفاة. وتكشف أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن حالات الوفيات في بيوت الرعاية والبيوت زادت بشكل حاد أثناء الوباء. ففي الأسبوع الذي انتهى بالعاشر من نيسان أبريل وصل عدد الوفيات في البيوت إلى 4,927 حالة، وهو رقم أعلى من المسجل في الشهر السابق. وقال البروفيسور سبيغل هولتر إنه لم يتم تسجيل سبب الوفاة في شهادة الموت بفيروس كورونا في كثير من الحالات، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وقال إن بعض الأطباء ربما تردد في تحديد الفيروس كسبب للوفاة، لكنه كان مرضا جديدا ولم يكونوا متأكدين منه. وأضاف أن بعض الذين ماتوا بسبب الفيروس ربما خافوا من الذهاب إلى المستشفى ولم يكونوا راغبين بتحميل الخدمة الصحية أعباء جديدة. مر نحو 5 أشهر على ظهور فيروس كورونا الجديد وتحول الأمر إلى جائحة تضرب البشرية، إلا أن العالم كله لم يتوصل بعد إلى لقاح أو مصل يقي من الفيروس أو إلى عقار للعلاج الناجع منه. ولم يجد العلماء في مراكز البحوث ما يقدمونه للناس في هذه المرحلة سوى النصح باتخاذ إجراءات الوقاية بالتباعد الاجتماعي والعزل والحجر والتزام المنازل. حول شرق الأوسط وجائحة كورونا كتب عادل سليمان في صحيفة العربي الجديد. 5 قوى دولية كبرى كانت لها مصالح في نشر حالة الفوضى والاضطراب في قلب منطقة الشرق الأوسط، وكان لها ما أرادت، وكانت البداية في دفع الجيوش الوطنية إلى الانهيار كما حدث في سوريا، حيث انقسم الجيش إلى جيش خاضع لنظام بشار الأسد في دمشق
وآخر تابع للمعارضة المسلحة وعشرات الميليشيات. وفي اليمن ميليشيات متعددة في الجنوب والشمال. وفي ليبيا هناك جيش تابع للجنرال المتقاعد خليفة حفتر في الشرق، وآخر تابع لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها في العاصمة طرابلس، وعشرات الميليشيات والمرتزقة. تتقاتل كل تلك الجيوش والميليشيات بسلاح تنتجه القوى الدولية الخمس، بدعم مباشر وغير مباشر من القوى الإقليمية الخمس. والسؤال الأكثر أهمية بعيدا عن جائحة كورونا وادعاء أن السعي إلى وضع حد لحروب الشرق الأوسط هو بدافع إنساني لإتاحة الفرصة أمام تلك الشعوب لإتاحة الفرصة أمام شعوب تلك المنطقة لمواجهة الفيروس، فالقوى الكبرى لا تحركها الدوافع الإنسانية. في كل تلك الأجواء تحاول الدول الخمس الكبرى والأمم المتحدة أن تخرج علينا بوجه إنساني وتدعو إلى وقف حروب الشرق الأوسط، الحروب التي في حقيقة الأمر حققت أهدافها، انهارت الجيوش الوطنية وتفككت الدول القومية، فما هو مستقبل الشعوب؟ هذا ما يجب أن تفكر فيه كل القوى الوطنية وتستجمع قواها من أجل التطلع إلى بناء مستقبل جديد على أسس راسقة. فهل تفيق الشعوب؟ بالرغم من أن أغلب الفنادق في ولاية نيويورك الأمريكية لم تعد تستقبل السياح والمؤتمرات، فإنها ما زالت صاخبة بعد تحولها إلى ثكنات لجيش من العاملين في القطاع الطبي الذين يحاربون فيروس كورونا. وكان سلسلة فنادق ماريوت قد أعلنت أنها ستساعد في مكافحة فيروس كورونا بمنح العاملين الطبيين غرفا مجانا في عدد من فروعها بما يعادل 10 ملايين دولار، وفي أقل من يومين تم حجز 6200 ليلة في غرف الفنادق. كما أعلنت سلسلة فنادق هيلتون وأمريكان إكسبريس تبرعهما بما يصل إلى 1 مليون ليلة في فنادق على مستوى الدولة. وأكد خبراء في السياحة أن نصف الفنادق في أمريكا مغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا، ومعظم النصف الآخر أصبح ثكنات للعاملين الصحيين أو مأوى للمشردين. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.